مساء الخير عليكم. انا النهارده طالعه اقول لكم خبر مهم جدا انا خدته في حياتي، ويمكن الخبر ده يعني اهم خبر في حياتي واحلى خبر في حياتي، هو قرار اعتزالي. عايزه اقول لكم ان انا الفتره اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت ان ديني بيقول لي او القران ان ربنا منزله لنا بيقول لي ان انا لازم اكون كست ملتزمه. يعني ممكن اكون ببعد عن اكتر حاجه، يعني اللي عرفته ان الشهره هي اكتر مغريات في الدنيا، وان دي من يعني كترتيب هي اكتر مغريات في الدنيا الشهره، وان انا ابعد عن الشهره. وانتوا اكيد فاهمين الشهره والفنانين والاضواء وكل الحاجات دي قد ايه يعني الناس بتبقى بتتهافت ان هي تروح لده، وانا ببعد عنه. بس طبعا انا ببعد عنه لاني بقرب من حاجه اهم بكتير جدا، وان انا بقرب من ربنا. قبل تقريبا سنتين نزلوا في ناس نزلوا انه شو بيقول ادهم نابلسي زي كومنت او شيء زي هيك. فالناس بلشت تكتب كلمات واغاني وكذا من كلمات. ففي شخص كتب يقول قد يقول يا ريتني قدمت لحياتي، يا ريتني قدمت لحياتي. فلما انا قراتها يعني سبحان الله كيف يعني هيك الموضوع هيك يعني صحت شيء جواتي. بعد البرنامج بتاعك ده اللي هو الاعمال الخير ده ممكن تعتزل الكنائس؟ والله العظيم ثلاثة بدع ربنا وبس. انت معاك صحبة؟ بص اول ما تلاقيني بطلت تعرف ان ربنا راضي عليا. الصراع ده شغال معانا من زمان، من اول ما بدأت، من اول ما رحت عملت اول عمرة في حياتي. الصراع ده شغال معايا، بس حتة بقى الحرام والحلال طبعا لكل حاجة باينة. أنا ما أقدرش أقول لك أنا حلال ولا حرام، أنا ما أقدرش أتكلم في الحتة دي. أنا عايز أعمل حاجة واحدة بس، إن أنا أتقي ربنا في حياتي. فأنا سايبها على ربنا وما عنديش أي مشكلة في الموضوع ده خالص، بالعكس أنا راضية جدا عن القرار اللي أنا خدته ده ومبسوطة جدا. حابة ان انا اموت وربنا راضي عني.